شكله كده يقول فرنجي في نفسه، ملامحه ممكن تحدد أنواع أدواره، يبان لك كده أنه شرير، خجول أحياناً، بس ما استسلمش للإحباط وتحدى نفسه علشان يوصل للنجومية. هو متنوع في أعماله، يعني دراما ماشي، أكشن ماشي، يضرب ما عندوش مشكلة، رومانسية أوكي، أصله ممثل من نوع خاص، النجم نضال الشافعي. الموقف اللي عرفني أعتقد على فكرة الفن والمسرح والشعر كنت تقريباً في تانية إعدادي، والموقف ده بالنسبة لي يعني لا أنساه بأي حال من الأحوال. مفروض توجيه التربية المسرحية المسؤول عن المدرسة والمنطقة جم بيختاروا طلبة عشان يقولوا مسابقة الشعر اللي موجودة اللي تمثل المدرسة أو حاجة من هذا القبيل يعني. فرفعت إيدي قالوا مين عايز في الفصل، ففي أصحابي رفعوا إيديهم وأنا كمان رفعت إيدي، بس برفع إيدي بقى وأنا يعني في عرق وفي إيد بتترعش ومش عارف النتيجة أنا هقدر أقول ولا مش هقدر أقول يعني. بالفعل طلعونا قدام بقى الفصل بتاعنا، كل واحد ادوله مقطوعة شعرية عشان يقولها، وبعدين كل واحد قال أنا جيت لما جه دوري وعشان أقول للأسف الشديد ما عرفتش أطلع كلمة من كتر الخوف ومن كتر الرعشة ومن كتر ما أنا حاسس بموقف فيه هيبة كبيرة جداً. إزاي تقدري تلقي كلام على مستمعين كتير؟ الموضوع كان بالنسبة لي يعني صعب 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 بشكل مبالغ فيه. فالمدرس قال لي خلاص يا حبيبي اقعد اقعد اقعد، انت مش هتنفع يعني، خلاص انت كده وان شاء الله نبقى نجي لك في حاجة تانية، اللي هو يعني خلاص. جيت تاني يوم بقى بعد في لحظة من اللحظات كده ما حسيتش يعني، لغيت الكنترول تماما وقررت ان انا لازم اروح للمدرس المسؤول وقلت له انا عايز اقول القطعة تاني. فقال لي طب يا حبيبي بلاش وبتاع قول. قلتها ساعتها من قد ايه انا كنت يعني بغل، عارفة، على بغل على الشعر وبقول بمنتهى الحماسة اللي هو لا لازم اكسر الحاجز ده. وقلت فعلا المقطوعة الشعرية يعني او القطعة الشعرية المفروض تتقال، وفوجئت انه كان في معانا مثلا هم كانوا اختاروا حوالي 7-8، كنت انا اول الثلاثه اللي تختارون في التصفيات عشان خاطر امثل بيهم المدرسه، وخدت ساعتها جائزه احسن القاء، وكانت قصيده لا انساها كانت اسمها اين الخلل. زي ما قلت لكم عشان هو ممثل من نوع خاص قدر يقف قدام زعيم الضحك ويرتجل افيهات كمان. بعض الناس كان عندها تخوفات كتيره جدا، انت هتقف جنب حفظا للالقاب يعني عادل امام، ده انت مش هتكلم، ده انت مش هتقول، ده انت مش هتعمل، ده انت. وكان اول مشهد تقريبا يعني كان موجود كان في المسلسل، كان مشهد اللي في بيتي اللي في بيت عبد الجليل، اللي المفروض في اخر المشهد البيت بيقع وبشيل امي وبجري والكلام ده، ولا بركه ام الغوالي والكلام ده. فالمشهد فيه انا قاعد بقى قاعد بذاكر بقى، انت هتقفي قدام عادل امام يعني لو ما ذاكرتيش تبقى يعني يبقى عيب عيب يعني. بس في برضو الكلام اللي اتقال ورا كده في الخلفيه برضو عامل لك ازعاج، هل يعني استاذ عادل هيرضى؟ طب انت لو قلتي كلمه ولا في، طب ما هو استاذ عادل انا اساسا خاف على زعله بعيدا عن فكره الشغل والبتاع ده. فالمهم حصل المشهد اكشن، ابتديت أقول لغاية ما جينا عند الإفيه اللي هو إن شاء الله يكون في مدى لبنان الإفيه ده اللي هو إيه اللي هو المين بتاع الموضوع، اللي هو بيقول لي أنا رايحين إسرائيل. فبقول له فأنا قعدت أفكر هذا الرجل عبد الجليل ده لما إيه يستبعد إيه يعني، أنا هو بيقول له رايح إسرائيل فرد فعله إيه. فجات لي ساعتها كده إيه، قلت له إن شاء الله يكون في مدى لبنان. الإفيه العالي إن أستاذ عادل مملكش نفسه من الضحك، وضحك من قلبه، انت جبتها ازاي، جبتها منين، دي حلوه انت لازم تقولها. وقف جنبي يعني بجد كان داعم جدا جدا ليا، وده بقى كان على مدار المسلسل كله بصراحه. فزي بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه، وزي ما بيقولوا برضو انه الكبير والاستاذ والثقه الكبيره اللي موجوده في شخص استاذ عادل امام، المرتبه اللي وصل لها بعد هذا التاريخ العظيم
هو اللي جعل عنده هذه الثقة وهذه الدفعة للشباب. وإحنا لو شفنا أنه تاريخ أستاذ عادل كله يعني كم من الشباب طلع على أيديه نجوم كبار الآن يعني، فأنا من خلالكم بوجه له كل التحية وكل الشكر، وأتمنى له الصحة والعافية ومزيد من النجاح دايما يا رب.